بسم الله الرحمن الرحيم. السادة حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم ترحيبا يليق بمقاماتكم الرفيعة، والتحية موصولة إلى كل الذين يشاهدوننا الآن لتدشين قناة الشروق الفضائية. ويسرني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى الأبناء والبنات والإخوة والأخوات في شبكة تلفزيون الشروق للجهد المبذول لاستعادة الشروق مكانها ضمن بعض القنوات الفضائية السودانية. ومن جهتي بصفتي الشخصية وبصفتي عضو في مجلس إدارة الشبكة، أعمل ما في وزعي للمساهمة بسهم وافر لإنجاح القناة حتى تشرق من جديد في حلة زاهية، ولتقديم خدمة إعلامية جاذبة تلبي حاجة المواطن السوداني في كل مكان وزمان، وأن تعمل من خلال سياساتها وبرامجها لتناول قضاياه الملحة في أمنه الاجتماعي ومعاشه اليومي ومشكلاته المستجدة بصورة مهنية متميزة، فضلا عن أهمية تناول ورصد حركة الثقافة والآداب والفنون والرياضة، وأن تقوم القناة بدورها المناط بها للنهوض بالمجتمع والدولة نحو مرافق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، حتى ينهض الوطن نحو مكانته المرموقة بجهدنا جميعا إن شاء الله. وبارك الله فيكم.